مرحبا، بيوم المحيطات مغامرتنا رح تكون من نوع آخر مع غطاس الكارتيجن دايفر. الأغراض يلي بتلزمنا جات، مي، هنينة، بيبر كليبس، روبر باندز، مقص، وستروز. جبت سترو وقصيتها عند الحدود الثانية ولفيت بأحكام الروبر باند عليها ودخلت بيبر كليبس بالروبر باند وعبيت الجات مي وبدي بلش اختبر الكارتيجن دايفر. بعده ما غرق، انا ما بدي يغرق كليا ولا انه يضلوا فايش. زدت عدد البيبر كليبس ورح جرب. عبيت القنينة مي بس مش للشفة ورح نزل الكارتيجن دايفر. صار تحت، زدت مي للشفة ورح سكرها. سكرتها للهنينة وبالنسبة للجيم انا بحاجة اني زيد بيبر كليبس على الكارتيجن دايفر لان بدي اياه يغرق واعمل مثله لوب. استعنت بربطة الخبز ورح اتركه وبكرر نفس العملية. بجيب سترو بثنيها بقصة وبلف عليها رابر باند وبزيد بيبر كليبس وما بنسى انه لازم يكون في هوك بأسفلها وبحطه داخل انينة المي.